موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: ويستحب أن يغسل كفيه قبل إدخالهما في الإناء، ويتأكد ذلك عند القيام من النوم، لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. قالت طائفة من العلماء: بوجوب غسل اليدين قبل أن يدخلها في الإناء إذا قام من نوم الليل، وبعضهم قال بوجوب غسل الكفين اليدين يعني في أي نوم قام منه، لأن العلة لا يدري أين باتت يده. والظاهر أن هذا أمر تعبدي، رغم التعليل بأنه لا يدري أين باتت يده، لكن قد يكون الأمر من قبل شياطين وقد يكون من قبل نجاسات. فالجمهور لما حملوها على النجاسات قالوا بالاستحباب إذا لم يعلم وجود النجاسة، فقالوا هذا من باب الاحتياط، والاحتياط ليس بواجب. ولكن إذا نظرنا إلى الجانب التعبدي بالغسل ثلاثا، لأن إزالة النجاسة لا تقتضي ثلاث مرات، لا يلزم ثلاث مرات، بل تغسل حتى تزول. ثم قد يقف الشيطان كما ثبت أنه يبيت على خيشوم الإنسان، ولذلك شرع الاستنثار، أن يستنشق ويستنثر ثلاثا إذا استيقظ من نوم الليل. فهذا والله أعلم أمر يعني مستقل. إذا توضأ حصل له الأمران إذا غسل يديه قبل أن يتمضمض ويستنشق. قال: وحد الوجه عند الفقهاء ما بين منابت شعر الرأس، ولا اعتبار بالصلع ولا بالغمم، اللي بينزل شعره كتير على الجبهة ملوش اعتبار، لا يبرى بين الإنسان المعتاد. فاللي أصلع مش لازم يجيب من ورا لو هو عنده جزء أصلع، لا، هيجيب من منابت الشعر عند الشخص المعتاد إلى منتهى اللحيين والذقن طولا. اللحيين اللي هما الفكين، منتهاهم يعني من أسفل، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، وفي النزعتين والتحذيف خلاف، هل هما من الرأس أم من الوجه. حتى دي نزعتين، ليه شوية الشعر اللي طلعين عاملين زي تمانية كده، الظاهر ان هما من الوجه، لان هما داخلين ضمن خارج عن ايه، عن الشعر المعتاد. قال: وفي المسترسل من اللحية عن محل الفرض قولان،
أحدهما أنه يجب إفاضة الماء عليه لأنه تقع به المواجهة. لا، المواجهة بالوجه ما يواجه به صحيح، لكن معلوم أنه أن الوجه غير الصدر وهو يواجه به، والرقبة يواجه بها. لما اللحية تبقى نازلة مغطية الرقبة ومغطية الصدر ووصل لغاية البطن، فلا يقال أن هذه يلزم غسلها. وروي في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا مغطيا لحيته فقال اكشفها فإن اللحية من الوجه. قال الحافظ في التلخيص، حافظ ابن حجر: هذا الحديث ضعيف وله إسناد مظلم ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء. ده كلام الحازمي مش ابن حجر، ده نقل ابن حجر عن الحازمي، وتبعه تبع الحازمي المنذري وابن الصلاح والنووي. يقول: وقال ابن دقيق العيد: لم أقف له على إسناد مظلم ولا مضيء. ملوش إسناد. هو ابن الحافظ بيقول: لم أجده هكذا. نعم، ذكره الحازمي في تخريج أحاديث المهذب فقال هذا حديث ضعيف. يقول: قال ابن دقيق قد أخرجه، قال ابن حجر برضه قد أخرجه صاحب مسند الفردوس، أو لا، ده آخر كلام ابن حجر. قد أخرجه صاحب مسند الفردوس من حديث ابن عمر: لا يغطين أحدكم لحيته في الصلاة فإن اللحية من الوجه، إسناد مظلم. وقال مجاهد: هي من الوجه، ألا تسمع إلى قول العرب في الغلام: إذا نبتت لحيته طلع وجهه؟ طبعا احنا فرقنا بين الشعر اليسير يبقى لازم يوصل المية إلى إيه؟ إلى الذقن، وأما إذا كانت لحيته طويلة. قال: ويستحب للمتوضئ أن يخلل لحيته إذا كانت كثة. هو الإمام أحمد عن أبي وائل قال: رأيت عثمان توضأ فذكر الحديث قال: وخلل اللحية ثلاثا حين غسل وجهه، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل الذي رأيتوني فعلت. رواه الترمذي وابن ماجة، وقال الترمذي حسن صحيح، وحسنه البخاري. وروى أبو داود عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه يخلل به لحيته تحت ذقنه، وقال: هكذا أمرني ربي، أمرني به ربي عز وجل. الشيخ الألباني صحح الحديث رغم أن جماهير العلماء يضعفونه، إلا أن جماعة صححوا فعلا. قال البيهقي: وروينا في تخليل اللحية عن عمار وعائشة وأم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عن علي وغيره. وروينا في الرخصة في تركه عن ابن عمر والحسن ابن علي، ثم عن النخعي وجماعة من التابعين. والصحيح أنه مستحب وليس بواجب، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه في الصحاح وغيرها أنه كان إذا توضأ تمضمض واستنشق. فاختلف الأئمة في ذلك هل هما واجبان في الوضوء والغسل كما هو مذهب أحمد بن حنبل رحمه الله، أو مستحبان فيهما كما هو مذهب الشافعي ومالك، لما ثبت في الحديث الذي رواه أهل السنن وصححه ابن خزيمة عن رفاعة الزرقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته: توضأ كما أمرك الله، ولم يذكر إلا نص الآية. صححه ابن خزيمة وهو حديث صحيح.
قال أو يجبان في الغسل دون الوضوء. يعني القول الأول بيقول واجب المضمضة والاستنشاق واجبان في الغسل وفي الوضوء، القول الثاني مستحبة في الغسل والوضوء، القول الثالث بيقول واجبة في الغسل ومستحبة في الوضوء كما هو مذهب أبي حنيفة، أو يجب الاستنشاق دون المضمضة كما هو رواية عن الإمام أحمد ما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فلينتثر أو فليستنثر، وفي رواية إذا توضأ أحدكم فليجعل في منخريه من الماء ثم لينتثر، والانتثار هو المبالغة في الاستنشاق. لا هو صحيح أن الاستنثار هو إخراج الماء بعد أن وضع في منخريه الماء، يبقى جعل في منخريه الماء ده الاستنشاق، لينتثر يبقى إخراج إخراج الماء. احنا قلنا قبل كده ان انه ثبت الامر بالمضمضة ايضا اذا توضأت فمضمض، ولكن هذه اوامر محمولة على الاستحباب لما ذكرنا من حديث المسيء صلاته. وروى الامام احمد عن ابن عباس انه توضأ فغسل وجهه ثم اخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنثر ثم أخذ غرفة فجعل بها هكذا، يعني أضافها إلى يده الأخرى فغسل بها وجهه، يعني حط الكفين جنب بعض عشان المية توصل لكل الوجه، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح رأسه، ثم أخذ غرفة من ماء ثم رش على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها رجله اليسرى، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يعني يتوضأ. ورواه البخاري. هذا إنما ذكره والله أعلم ليبين أن المضمضة والاستنشاق والاستنثار من كف واحدة، وليس كما يفعل كثير من الناس في الوضوء يروح جاي متمضمض 3 مرات وبعدين يستنشق 3 مرات. السنة انه ياخد شوية مية، ياخد شوية في بقه والباقي المناخيره، يبقى كده ياخد الباقي في مناخيره وبعدين يستنثر. يستنثر من كف واحدة لغرفة الماء مضمض بها واستنثر. قال وأيديكم إلى المرافق أي مع المرافق، كما قال تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وروى الدارقطني والبيهقي عن جابر ابن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه. قال لكن القاسم هذا متروك وجده ضعيف، القاسم ابن محمد هذا ضعيف، ضعف إسناده أيضا الحافظ ابن حجر، لكن ذكر له الحافظ شواهد ثم قال وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا وصححه الألباني للشواهد. قال ويستحب للمتوضئ أن يشرع في العضد فيغسله مع ذراعيه لما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا وعجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم
أن يطيل غرته فليفعل. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.